العالم الصغير. أجل، تسديدة، وقت الراحة. ساخن. احذر، لنستعمل ويلي ليخبرنا إن كان لمس الأشياء آمناً. أجل، حين يكون بارداً يصبح أزرق، وحين يكون ساخناً يصبح أحمر. الكرسي ساخن ساخن ساخن، لذا لا نلمس، نذهب للظل. الكرسي ساخن ساخن ساخن، لذا لا نلمس، نذهب للظل. أجل، الشمس جعلت الكراسي ساخنة، الظلال هنا جعلت الأرجيح باردة. وقت البيتزا. أجل، البيتزا ساخنة، من الفرن أتية، لذا لا نلمس، لا نأكلها. البيتزا ساخنة، من الفرن أتية، لذا لا نلمس، لا نأكلها. لقد بردت. تحتاج البيتزا إلى الوقت لتبرد. لذيذة. عزيزي، تحتاج إلى الاستحمام. الحوض ساخن، المياه ساخنة، لذا لا تلمس، لا تدخل في الحوض. الحوض ساخن، المياه ساخنة، لذا لا تلمس، لا تدخل في الحوض. لقد بردت. أجل، ويلي قال إنه يمكننا النزول في الماء. الأرض باردة، في الغرفة الباردة، أريد أن أصبح دافئاً. الأرض باردة، في الغرفة الباردة، أريد أن أصبح دافئاً. هل تشعر أنك مرتاح ودافئ الآن؟ أجل ماما، ويلي أيضاً. أشم رائحة الحلوى في الفرن. الفرن ساخن، الصينية ساخنة، لذا لا نلمس بل ننتظر. الحلوى ساخنة ساخنة ساخنة، لذا لا نلمس بل ننتظر. أجل، الحلوى جاهزة. أجل، ولكن مهلا يا أولاد، لأنها ساخنة. هذا صحيح، المثلجات تبرد الحلوى. شكرا أبي. ويلي أنت رائع. هيا نتسلى، هيا بنا نلعب كرة القدم كل يوم. نركل نرمي. هيا نتسلى وهدفا نسجل. تعلم أن تستعمل القدمين. استعمل القدمين. تعلم أن تستعمل القدمين. كرة القدم رائعة. سوف تنشق شاب صغير. لا، استعمل قدمين. لا، لا أستطيع. لنتعلم المهارة التالية، اللعب مع فريق. هيا نتسلى، هيا بنا نلعب كرة القدم. هيا كل يوم نركل. نرمي. هيا نتسلى وهدفا نسجل. تعلم اللعب بفريق. العب بفريق. تعلم
تعلم تمرير الكرة، لكن حذر الوقعة. سوف تنجح يا صغير. لا لا لا، العب في الحرير. لا لا لا، هذا صعب. لا يزال هناك مهارة واحدة علينا التمرن عليها، فلنتعلم تسديد هدف. هيا نتسلى، هيا بنا نلعب كرة القدم كل يوم. نركل نركل نركل، نرمي نرمي نرمي، هيا نتسلى وهدفا نسجل. تعلم أن تسجل هدفا، سجل هدفا، سجل هدفا. هيا تعلم أن تسجل هدفا، تأهب سدد وكل كرة. سوف تنجح شاب صغير. لا لا لا، سدد هدفا. لا لا لا، لا أستطيع. لا عليك جاد الصغير، لا يزال هناك أمر مهم لتتذكره، التمرين يحسن أداءك. هيا نتسلى، هيا بنا نلعب كرة القدم كل يوم. نركل نركل نركل، عليك أن تتمرن كل يوم، كل يوم، كل يوم. عليك أن تتمرن كل يوم، سوف تحلو كرة القدم. فهمت جاد الصغير؟ نعم نعم نعم. نجحت جاد الصغير؟ نعم نعم نعم. هيا نتسلى، هيا بنا نلعب كرة القدم كل يوم. نركل نركل نركل، نرمي نرمي نرمي، هيا نتسلى وهدفا نسجل. أجل كانت ضربة رائعة، هل أنت مستعد للمباراة؟ بركة السباحة هذه رائعة. هيا بنا، هيا نسبح ونرش ماء ونستمتع مع الأحباء. هيا نسبح ونرش ماء، ما أحلى وقت السباحة. قبل السباحة يا أحبابي، علي أن أضع لكم الواقي. في حال أردتم أن تمرحوا، الشمس يجب أن تتوقوا. هل لديكم واقي الشمس؟ نعم نعم نعم. إذن ضعوه على الواجهة. نعم نعم نعم. هيا نسبح ونرش ماء ونستمتع مع الأحباء. هيا نسبح ونرش ماء، ما أحلى وقت السباحة. اسمعوا جيداً ما أقول، العوامة تجعلكم تعومون. إن كانت أول مرة تسبحون، البسوها وستبدون رائعون. ألديكم العوامات؟ نعم نعم نعم. أتودون السباحة؟ نعم نعم نعم. هيا نسبح ونرش الماء ونستمتع مع الأحباء. هيا نسبح ونرش الماء، ما أحلى وقت السباحة. أجل. أمر آخر أريد قوله، اسبحوا دوما مع صديق. قبل أن تنزلوا إلى البركة، ابحثوا عن أفضل الرفقة. هل هناك صديق؟ نعم نعم نعم. تودون السباحة معا؟ نعم نعم نعم. هيا نسبح ونرش ماء ونستمتع مع الأحباء. هيا نسبح ونرش الماء، ما أحلى وقت السباحة. بالسباحة استمتعوا، لكن حول البركة لا تركضوا كي لا تزل أقدامكم، وتذكروا ألا تغطسوا. هل نركض حول البركة؟ لا لا لا. هل نغطس في البركة؟ لا لا لا. هيا نسبح ونرش الماء ونستمتع مع الأحباء. هيا نسبح ونرش الماء، ما أحلى وقت السباحة. أخ
لدي أقوله إن جزءاً من البركة عميق، ابقوا في الجزء غير العميق واسبحوا مع الصديق. أنتم تفهمون؟ نعم نعم نعم. هل تستمتعون؟ نعم نعم نعم. هيا نسبح ونرش الماء ونستمتع مع الأحباء. هيا نسبح ونرش الماء مع أهلا وقت السباحة. ها هيا ها هذا هو فن الكاراتيه، قفوا لي فن الكاراتيه، ألقوم لي فن الكاراتيه، كم هو مسلي فن الكاراتيه. لكمة 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 هيا، لكمة 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 هيا، تمرن أكثر وستتقن الأمر. أحسنتم العمل يا أولاد. تذكروا الكاراتيه تبقيكم سليمين وسالمين وأقوياء. هذا هو فن الكاراتيه، يبقيك قويا وسليما. هذا هو فن الكاراتيه، إذن فليتبع الكل خطواتي. هيا ألكم لي فن الكاراتيه، يبقيك قويا وسليما. إذن فليتبع الكل خطواتي. ضربة للأمام ها هيا، ضربة للأمام ها هيا، إن تمرنا سوف نتقن الأمر. واو، عمل رائع. وتذكروا أن هذه قاعة التدريب ونحن نقف على بساط. هذا صحيح. هذا هو فن الكاراتيه، يبقيك قويا وسليما. هذا هو فن الكاراتيه، والآن أروي شغلة بتن. أهناك ركلة للكاراتيه؟ نعم هناك ركلة للكاراتيه، ستتقنون قريبا الكاراتيه. والآن أركلوا هيا، والآن أركلوا هيا، إن تمرنا سوف نتقن الأمر. أحسنتم يا تلاميذ. ستفوزون بالحزام الأسود قريبا. هذا هو فن الكاراتيه، يبقيك قويا وسليما. هذا هو فن الكاراتيه، والآن تتقنون الحركة مثلي. أروهم فن الكاراتيه، تعلمتم فن الكاراتيه. أجل، ليتبع الجميع خطواتي. ضربة الكوع هيا، ضربة الكوع هيا، والآن تتقنون الحركة مثلي. عمل رائع صغيري. أجل. أزلت الدول بين الصغيرين. هيا انطلق، حان الوقت لتركب الدراجة وحدك. أبي أنا خائف، لست جاهزا بعد، أريد مساعدتك. لا عليك، تشبث هيا، الخوذة وضعت. هيا انطلق، سوف انطلق، حان الوقت لأركب الدراجة وحدي. لا تقلق جمال، أنا سأساندك.
أجل، هذه هي. انطلقت والخوذة على الرأس، أنت في أمان. أمي أنا خائف، لست جاهزا بعد، لم يحن الأوان. جلس قعدتك، ثبت رجليك، شمال يمين، ستنجح بعد حين. انطلقت، ثبتت قعدتي لأقود دراجتي. أجل. لا لا لا، لقد نجحت. هيا انطلق، حان الوقت كي تركب دراجتك. لا أعرف كيف أنطلق، أريد مساعدتك. حرك قدميك الشمال واليمين، شمال يمين، ستنجح بعد حين. انطلقت، راقبني أبي، أقود دراجتي. ركبوا دراجات أمامنا، ماذا سأفعل الآن؟ أحافظ على هدوئي، سأكون بخير. أحافظ على توازني، شمال يمين وأنظر أمامي. ننطلق في الطريق على دراجاتنا. هيا نمرح. أجل. ننطلق صعودا مع أمي وأبي، صعودا ونزولا في الطريق، راقب قيادتي. إلى الشمال ثم اليمين، صعودا نزولا، أتشبث جيدا. أحسنت جمال، لقد نجح في قيادة الدراجة. أجل، أحسنت يا بطل. أداء تزلج رائع جدا. هيا نتعلم التزلج، ستجدونه ممتعا. حذاءنا على العجلات يناسب القدمين، هيا نتزلج معا. أهلاً، لحظة قبل الانطلاق، ضعوا الخوذة تحمي رؤوسنا. ما أجمل التزلج، رياضة ممتعة. يا صغيري، أحسنت في وضع الخوذة، هيا نتزلج معاً. هيا نتعلم التزلج، ستجدونه ممتعا. هذان رفيان يناسبان المرفقين، هيا نتزلج معا. لكن شيء واحد بعد، قبل الانتظار ضعوا واقي الركبة يحمي ركبتينا. ما أجمل التزلج، رياضة ممتعة. يا صغيري، إليك واقي المرفقين، هيا نتزلج معا. أجل، هيا بنا. هيا بنا. لا بأس، أنا أمسك بك. حركوا الأقدام مثلي،
سيسود التوازن مع الوقوف باستقامة. هيا يا أحبابي، والآن بتنا جاهزين قبل الانطلاق. تأكدوا من الطريق، لا بأس إن وقعتم مع وسائل الوقاية. الأذى لن يصيبكم يا صغيري، تستطيع أن تتوازن. هيا نتزلج معا. هكذا يكون التزلج يا أطفال، انظروا إلي. تعلم التزلج، هيا إلى المتنزل. ما أسرعنا كم نتسلى، ما أبرعنا. انظر هناك، جميعنا يجيد التزلج. هيا حول البركة، فوق الجسر ثم المنحدر. هذه رياضة ممتعة. أجل، جود وجمال وشاب صغير. هذه رياضة ممتعة. كلا يا جاد، انتبه. ها يا للهول. واو واو. أداء رائع. واو، هل سمعتم ذلك؟ نحن في حديقة الحيوانات. تسبح التماسيح أكيد في حديقة الحيوانات. هيا نتعلم ليل التمساح فعلا طويل، في السباحة يساعده. له حراشف وأسنان حادة، في المياه بيت. قد وصلنا يا جاد. أحب حديقة الحيوانات، انظروا إلى الأسود. في حديقة الحيوانات، هيا نتعلم المزيد. الأسد سريع الحركة، صوته زمجرة، شعره لبدة مميزة، ومخالب صناعيه ناعمة. أوه لا، أظن أن الفيل
معنا. يا لبرعة أختي، يوما ما سأكون مثلها، أخي تمام مثل صديقي، كما تفعل ستكون ركلتي. أخي سألعب معكما، أختي أنا مثلك شجاع، أحب تعلم أشياء جديدة، فالرياضة معكما تجربة جميلة. ما أحلى الإخوة والأخوات، هم أفضل الأصدقاء والصديقات، الرياضة معهم تجربة جميلة. أخي جاد، أتود البحث عن الحشرات معي؟ ها؟ أجل أجل أجل. أخي أود الاكتشاف، أخي عما تبحث، أمشي وراءك في مغامرة، كم من الأشياء سنرى يا ترى. أخي هيا ننظر حولنا، أخي ماذا وجدنا؟ ألبس هذه القبعة وأحمل عدسة مكبرة. ما أغلى أخي أنا أحبه، هو أقرب الأصدقاء لي، الاكتشاف معه أمر مسلي. أخي لقد حان وقت حفلة الشاي. أجل أجل أجل. أخي هل تود الشاي؟ أخي هيا اجلس معي، أصدقاؤنا يحبون الشاي، كم يحلو شرب الشاي وأنت معي. أختي أحب لعبة الخيال، نضحك ونتحلى مع الأصدقاء، نتشارك الأحاديث والأغراض، لعبة الخيال جميلة ومسلية. ما أغلى حبيبتي أختي، هي أقرب الأصدقاء لي، معك لعبة الحياة المسلية. لنقم ببعض الرسومات والأعمال اليدوية. أجل أجل أجل. لنرسم مشهدا يا أخي، سأبدأ بالأخضر يا أختي، لنرسم كل ما فعلناه، الرسم معكما ما أحلاه، نرسم قصة نرويها وبعد ذلك نلونها. نحب الفن والإبداع، أختي وأخي أنهي العمل. ما أغلى الإخوة والأخوات، هم أفضل الأصدقاء والصديقات، كمهما مسليا أختي وأخي. هناك حيوانات عديدة جميلة في صفنا، هيا نسميها. قطة صغيرة قطة صغيرة، أين أنت؟ ها أنا ها أنا، كيف حالكم؟ سلحفاة صغيرة، أين أنت؟ ها أنا ها أنا، كيف حالكم؟ يا أرنوب يا أرنوب، أين أنت؟ ها أنا ها أنا، كيف حالكم؟ قرد صغير قرد صغير، أين أنت؟ ها أنا ها أنا، كيف حالكم؟ كلب صغير كلب صغير، أين أنت؟ ها أنا ها أنا، كيف حالكم؟ حيوانات ظريفة، أين أنت؟ هي! ها نحن ها نحن، كيف حالكم؟ حيوانات ظريفة، ماذا تحبين؟ لعبة فيها غناء، شكرا لسؤالكم. إذا من يحمل الرقم واحد؟ القطة الصغيرة. قطة صغيرة قطة صغيرة، أين أنت؟ ها أنا ها أنا، كيف حالكم؟ قطة صغيرة قطة صغيرة، ماذا تحبين؟ طبقا من الحليب، شكرا لسؤالكم. والآن يا أصحاب، من يحمل الرقم 2؟ السلحفاة.
سلحفاة صغيرة، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالكم؟ سلحفاة صغيرة، ماذا تحبين؟ الخس المقرمشة، شكراً لسؤالكم. من يحمل الرقم 3؟ الأرنب. يا أرنوب، يا أرنوب، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالكم؟ يا أرنوب، يا أرنوب، ماذا تحب؟ الكثير من الجزر، شكراً لسؤالكم. حسناً، والآن من يحمل الرقم 4؟ القرد. قرد صغير، قرد صغير، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالكم؟ قرد صغير، قرد صغير، ماذا تحب؟ الكثير من الموز، شكراً لسؤالكم. حسناً، من يحمل الرقم 5؟ الكلب. كلب صغير، كلب صغير، أين أنت؟ ها أنا، ها أنا، كيف حالكم؟ كلب صغير، كلب صغير، ماذا تحب؟ طابتي الزرقاء، شكراً لسؤالكم. حيوانات ظريفة، أين أنت؟ ها نحن، ها نحن، كيف حالكم؟ حيوانات ظريفة، ماذا تحبين؟ لعبة فيها غناء، شكراً لسؤالكم. قوس قزح. ما أشهى المثلجات، نحبها، دسمة وحلوة، لذيذ طعمها. هيا يا صغير، نمرح حالاً، وقت المثلجات حان فعلاً. كم أحب أكل المثلجات، كم أحبها مع الكريم المخفوق. ضيف شراباً مركزاً، وحبة كرز فوقها. أنا كم أحب المصاصات المثلجة، تشبه الشبكات بالألوان، بنكهة مختلفة تجعلني أحتار، أريدها كلها، صعب الاختيار. كم أحب أكل المثلجات، دسمة ملونة، أشهى المأكولات. المثلجات مفضلة لدي، أريدها الآن، ردها إلي. أين ذهبت المثلجات؟ انظروا إلى المصاصات. أو لا، أو لا، مثلجاتنا. يمكننا صنع مثلجات ملونة. ما أشهى الفواكه، نحبها، متعددة فوائدها، نجمع الفواكه ونخلطها، هكذا نجرب طعمها كلها. كرز شهي بلون أحمر، المانجو الطري لونه أصفر، الكيوي الحامض بلون أخضر، والتوت البري لونه أزرق. لكن كيف تصنع المثلجات من الفواكه؟ من الجيد أنك سألت، لنصنعها معا. كرز أحمر، مانجو أصفر، كيوي أخضر، توت بري أزرق. والآن حان دوركم. كرز أحمر، مانجو أصفر، أخضر، توت بري أزرق. والآن لنضعها في الثلاجة وننتظر. المصاصات المثلجة جاهزة، هيا نأكلها، ما أردها، ممتع تحضيرها، نحبها،
الشاهية، المصاصات المثلجة مميزة. هل لي واحدة أيضا؟ التخييم رائع، نلعب معا تحت الشمس. التخييم رائع مع الأصدقاء. دو دو دو، هيا أرمل الكرة. دو دو، هيا أرمل الكرة. دو دو، هيا أرمل الكرة. لا، لقد ارتطمت الكرة بالحطب وبدأت النار تنتشر. لا تقلقوا يا أطفال، ساتصل بالإطفائيين. انتباه أيها الإطفائيون، لدينا حريق. نشب حريق في الغابة، نحتاج إلى مساعدتكم. سوف نأتي في الحال. أيها الإطفائيون، هيا نخلد الحريق. هيا لعربة الإطفاء، هل أنتم جاهزون؟ دو 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 دو، عربة الإطفاء. دو دو، عربة الإطفاء. دو دو، عربة الإطفاء. واو، ابقوا بعيدين يا أطفال. واو، لا تقلقوا يا أطفال، الإطفائيون قد وصلوا إلى المكان. متسلحون بالخرطوم وثيابهم الواقية، هذا هو ما يفعلون، يخمدون النيران. دو 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 دو، خرطوم الماء. دو دو دو، خرطوم الماء. دو دو دو، خرطوم الماء. أخمدنا النيران يا أصدقائي، أنتم في أمان الآن. تذكروا، ابتعدوا عن النار دائماً، وأبعدوا كل الأغراض عن النيران. أجل، هكذا ستستمتعون بالنار في أمان. نحن في أمان. أوه، مهلاً، لدينا مفاجأة لكم جميعاً. نال الإطفائيون كلهم كفاءة. بعد إخماد النيران استحقوا تهنئة. نهاية سعيدة. أنجزنا عملنا. نهاية سعيدة. أيها الإطفائيون، لدينا حالة طارئة في المدينة. علينا الذهاب، هناك نيران لإخمادها. ابقوا في أمان. وداعا يا أصدقاء. وداعا. أوه عزيزي، لديك حمى، لا تقلق، ستجعلك الطبيبة تتحسن. المريض التالي جود. هيا ادخلي، ادخلي، سألقي نظرة سريعة، لا تخافي، لن أؤلمك بالأشعة السينية. هي كاميرا مميزة ترينا عظامك، لنعرف ما هي المشكلة ونخفف آلامك. دو دو، أحسنتي، أنت هادئة. دو دو، أحسنتي، أنت شجاعة. أحسنتي يا جود، يمكنك اختيار أي منها. داش. والآن لنفحص كمال. هيا ادخل، هيا ادخل، واقف مستقيما هنا، قف من دون حراك لقياس الطول والوزن، قف على الميزان لنعرف وزنك،
حنان هي عرضنا ستكمل لعبتك. جو جو أحسنت أنت هادئ. جو جو أحسنت أنت شجاع. لقد كنت شجاعا جدا يا كمال. أتود أن تأخذ لعبة؟ هذه الشاحنة. لينا حان دورك. لينا هيا ادخلي ادخلي عزيزتي لا تخافي، سنسمع دقات قلبك صحتك تهمني. اسمعي صوت قلبك دقاته بطيئة، لكن حركاتك تصبح دقات سريعة. دو دو أحسنتي أنت هادئة. دو أحسنتي أنت شجاعة. قلب سليم جدا، اختاري ما تشائين. بطريق إنه لطيف جدا. أو شادي حان دورك. هيا ادخل هيا ادخل، سأفحص ساقك ثم أضع هذا الدهان لأخفف ألمك. لن يؤذيك أبدا ولن تشعر بالمرض. أترى ذاك الصندوق، اختر أي غرض. دو دو أحسنت أنت هادئ. دو دو أحسنت أنت شجاع. أنت بأحسن حال، يا لك من طفل شجاع. والآن اختر لعبة من الصندوق. أوه حان دور جاد. يا عزيزي سأساعدك كي تتحسن. هيا ادخل هيا ادخل، هذا لن يؤلمك. سألقي نظرة وأفحص لنعرف علاجك. حرارتك عالية وهذا دواءك، خذ ملعقة منه ليرجع نشاطك. دو دو أحسنت أنت هادئ. دو أحسنت أنت شجاع. أنت مريض رائع أيها الطفل جاد. ما رأيك في الحصول على لعبة لشجاعتك؟ طائرة طائرة. إلى اللقاء. أوه عزيزي لقد بدأت تتحسن بالفعل. هناك الكثير من آلات الموسيقى لنعزف عليها. وها هو صديقنا الجديد المميز سيد موسيقى. عزف الموسيقى رائع فعلا، سوف نتسلى ونبدأ حالا. هذا هو الجيتار. توانك 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 صوت الجيتار. فلنحاول. ضعوا أيديكم على الأوتار واعزفوا الألحان على الجيتار. حركوا الأصابع على الأوتار. تم 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 صوت القيثارة والجيتار. هذا هو الإكسايلوفون، بلطف وهدوء ستعزفون. كل قطعة صوتها مختلف. بونج 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 صوت الإكسايلوفون. اعزفوا البوق بفهمكم، انفخوا الهواء بقوة فيه، واكبسوا الأزرار بأيديكم. بارب 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 صوت هذا البوق. نعزف موسيقى بطرق عديدة،
آلات متنوعة. موسى لي يا الدف والخشخيشة صوتها مسل بين الآلات. هزوها بعد رقم أربعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة. والآن هزوها بسرعة. فلنعزف الموسيقى معا. أجل وهو. وهو. هذا الجزء ستحبون، عند الإشارة تعزفون. أصدر الأصوات معا. جيتار وقيثارة. جيتار وقيثارة. زايلوفون. زايلوفون. بوق. بوق. الدف. الدف. خشخيشات. خشخيشات. عزف الموسيقى رائع فعلا. عزف الموسيقى رائع فعلا. أجل يوهو. ها أوه. واو. من يريد غرس صغار الأشجار؟ أنا لنزرع الأشجار بالأدوات. مع سنحفل. هيا هيا ستنمو الأشجار عاليا ويصبح ورقها ناضرا. لنزرع الأشجار في أرضنا. هيا نحفر بأدواتنا. ستكبر هنا أشجارنا وتصير أطول منا. أين ذهب جاد الصغير؟ احفر حفرة أولا تكون بيتا لأشجارنا. تنمو مثلنا كل نبتة وهذه ستصبح هكذا. الشجر منازل للحيوانات وبعض الحشرات والفراشات. استمتعوا بالحفر لتزرعوا شجرا مع عائلتكم. واو، وجدت دعسوقة. هيا نتساعد ونحفر لينمو النبات والشجر. في الشجر تعيش الحيوانات وتأكل منها الخيرات. فالشجر يعطينا ثمرة كالتفاح وغيره من الفاكهة. عاليا في الشجر الطيور تطير كما النحل والدبابير. هيا لنغرس صغار الأشجار في الأرض. نغرسها يا شطار. ستكبر وتنمو أوراقها والآن سنسقيها. أجل. ها قد زرعنا أشجارنا. كم كبير فخرنا. ما تزال الآن صغيرة وستصير كبيرة. والآن سنغطي أسفل الشجرة بإعادة التراب إلى الحفر. لا بأس إن تلطخنا. علينا أن نغطي الحفرة ليثبت النصب في التربة. في الأرض ستنمو الشجرة وتصير كبيرة. اخبط الأرض بالأقدام. رص التربة بإحكام. كم كانت ممتعة مهمتنا. زرعنا أشجارنا. تحتاج الأشجار إلى الماء لتكبر. هيا لنسقيها.
حان وقت التنظيف. جاد الصغير لدي مفاجأة لك. إنها لعبة الأشكال. أجل. الدوائر في كل مكان، لا زوايا لها في أي مكان. تتدحرج وتدور، نستعملها في كل الأمور. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال ودوائر وأقدرها لي. دوائر في كل الأمكنة، ظاهرة كانت ومخبأة. دوائر طائرة، دوائر ذاهبة، كرات وعجلات وفاكهة. أحسنت العمل يا صغيري. شكل جديد هو المربع بأربع زوايا هنا وهناك. المربع قوي، المربع متين. ضع المربع في مكانه الصحيح. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال مربعات وأحضرها لي. وجدت مربعات في كل الأمكنة، وكلها لها زوايا أربعة. مربعات كثيرة، مربعات ممتعة، كتب وألعاب ووجبات لذيذة. عمل رائع. المثلثات موجودة حولنا، زوايا ثلاث هنا هنا وهنا. المثلثات مسننة، تجدها في كل الأمكنة. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال مثلثات وأحضرها لي. المثلثات هنا وهناك، دلني إلى مكانها. وجدت الكثير الكثير منها، تشاركها كلها معنا. وجدتها كلها. شكل النجمة في كل الأمكنة، انظر إلى زواياها الخمسة. النجمات مسننة ورائعة، لنجد المزيد في الغرفة. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال النجمات وأحضرها لي. وجدت النجمات في كل الأمكنة، لها خمس زوايا مسننة. كالتي في البحر ونجمة في السماء، وبسكويت نأكله بعد الغداء. أداء رائع. الشكل الألماسي هو المعين. انظر إلى الأضلاع المتوازية، قد يصعب إيجادها. هيا جد مكانها. انظر من حولك، جد بنظرك أشكال المعين وأحضرها لي. وجدت المعين في كل الأمكنة، أشكال المعين نادرة. طائرات ورقية ولافتات، علبة ألماس لك تحلية. عزيزي، والآن إليك وجبتك. لا، أنت متأكد؟ الخضار تجعلك قويا كسوبر بوبيز. سبانخ شهية تدخل معدتي، ستزيدني قوة. أكل السبانخ ولا تزعجني، وهي تزيدني قوة. أنا بطل خارق وقواي خارقة، قوتي هائلة. الخضار تجعلني قويا، تجعلني قويا الخضار. Thank you.
معدتي سيزيدني قوة. أكل الجزر ولا يزعجني، الجزر يقوي عيني. أنا بطل خارق وقواي خارقة، كل الأشياء أجدها. الخضار تجعلني قويا، أي مهمة أنجزها. معدتي سيزيدني قوة. أكل القرع ولا يزعجني، وهو يزيدني قوة. أنا بطل خارق وقواي خارقة، الخضار تعطيني الصحة. تحميني الخضار كي لا أمرض، تجعلني بصحة رائعة. يزيدني قوة وسرعة. أنا بطل خارق وقواي خارقة، أستطيع الركض بسرعة. الخضار تجعلني قوية، أنا الأكثر سرعة. شهي يدخل معدتي سيزيدني قوة. البروكولي مفيد، مفيد لدماغي، يزيدني ذكاء وقوة. أنا بطل خارق سأحل أحجية، الخضار تزيدني ذكاء. سأستعد كلب الخارق بقواية، الخضار تزيدني ذكاء. جاهزاني لصف الكاراتيه؟ نحارب الجراثيم ركلة أمامية وجانبية، أبطال الكاراتيه نحن لنغلب الجراثيم. سوف نستعمل الماء والصابون، مرحى تخلصنا منها. لكن يديكما عليها جراثيم، هيا انهدا واغسلا يديكما. إن أيديكما عليها جراثيم.
تود لعب كرة القدم الآن؟ خلصنا من كل الجراثيم، تسلينا حين تخلصنا منها. والآن أيدينا نظيفة، لا مكان للجراثيم. اتسخت أيديهما وعليها جراثيم، لا تريدان أن تصبحا مريضين. نعم رجاء أنا حان وقت التحلية في محل المثلجات، ما أطيبها نحن نحبها، علينا أن نختار نكهة واحدة لكننا نحبها كلها. يجب أن نغسل أيدينا قبل الأكل لنحارب الجراثيم. نستعمل الماء والصابون. فرحة، تخلصنا منها. خذي هذه يا جراثيم. نعم، ارحلي بعيدا. يام يام. رائد الفضاء جود وجاد الصغير، هل أنتما مستعدان؟ أجل يا كابتن. انظروا هناك، مركز فضاء رائع. أوه. أريد أن أكون رائد فضاء يطير في الفضاء، لنكن جميعا رواد فضاء، نطير في مكوك إلى السماء. ارتدوا الأحذية والقفازات، ولا ننسى أن نلبس البدلات، لنكن جميعا رواد فضاء، نطير في مكوك إلى السماء. واو، انظروا لهذا الصاروخ. أيها الفريق، لدينا مهمة. حاضر كابتن جمال. نعم. لنطفو جميعا نتخيل أننا في الفضاء، لنمرح جميعا مع الأصدقاء، نحن اليوم رواد فضاء. أولى أولى الحلوى تطفو، من يمسكها؟ دعنا نمضغها. لنكن جميعا رواد فضاء، نطير في مكوك إلى السماء. عمل رائع أيها الفريق، لقد أنهيتم هذه المهمة. أنتم أفضل رواد فضاء. هل أنتم مستعدون للمهمة التالية؟ حان وقت استكشاف النفق. نعم. نعم. هيا نستكشف المركبة، مركبة الفضاء مذهلة، فريقنا فريق رائع، هيا بنا هيا نتابع. انتظرونا خلفكم لا تسرعوا. لنكن جميعا رواد فضاء،
اليوم ماذا نفعل؟ اليوم ماذا نفعل؟ الآن ماذا نعمل؟ أنا أعرف ماذا؟ لنتعلم قيادة الدراجة. نعم، لما لا؟ لنتعلم قيادة الدراجة. أعلمكم أنا. أولاً نضع الخوذة على رأسنا. وضعتها. السلامة، احفظوا، رجاءً لا تنسوا. الخوذة جاهزة. لنتعلم قيادة الدراجة. نعم، لما لا؟ لنتعلم قيادة الدراجة. أعلمكم أنا. بهذا الشكل سنحمي أكواعنا والركاب. نلبس قفازا نثبتها بإحكام. الخوذة جاهزة. واقي الركب جاهزة. واقي الكوع نعم جاهزة. نحن جاهزون، نحن جاهزون. هيا للدراجات، هيا ننطلق. لنتعلم قيادة الدراجة. نعم، لما لا؟ لنتعلم قيادة الدراجة. أعلمكم أنا. هيا اركب دراجتك واجلس بثبات. هكذا. هنا يداك. هنا. وهنا قدمك. هنا. تمسك جيدا الآن. تمسك. ثابت. نعم. جاهز. نعم. هيا دوس بالقدمين. تعلمت قيادة الدراجة. لقد تعلمت. تعلمت قيادة الدراجة. لقد أحسنت. تنبه بالإرشادات، إرشادات المرور. وأي لافتات التزم الممر. في ممر الدراجات قف. نعم. انتظر. نعم. انظر وانطلق. نعم نعم. ما هي وجهتنا؟ ما هي وجهتنا؟ ما هي وجهتنا؟ أي مكان نريد؟ أجل. كم نحب قيادة الدراجة. نعم نحبها. كم نحب قيادة الدراجة. هل تقود واحدة لتعلم ركوب الدراجة؟ قل نعم لما لا. لتعلم ركوب الدراجة قل أستطيع فعلها. حسناً، الخيمة جاهزة يا رفاق. هل أنتم مستعدون؟ لا، الضوء. لنحضر بعض الكعك والحليب. الآن نحن وحدنا. وحدنا في الظلام. ما هذا الظل؟ ماذا يكون؟ يبدو كوحش لي. لنذهب ونرى من أين هو آت. إنه يبدو كوحش لي. إنها مخيلتي. لقد عدت. هنا
تقلقوا، لا توجد أشياء كالوحوش، نحن في أمان في البيت. أنا خائف جدا، فلننا لا لا تذهب، ابقى معنا، أنا خائف هنا. ها هو مرة أخرى، ماذا وراء الباب؟ سوف نعتني بك كل النهار.
الديناصور المنقذ. طفلنا يريد أن يلعب الآن، ربما تكون الخطوة الأولى اليوم. طفلنا يريد لعبته الآن، يستطيع وحده الوصول إليها. يمكنك أن تنجح. نعم سأنجح. يمكنك أن تجر نفسك. إنه يفعل ذلك. هيا يا صغير هيا. طفلنا يريد أن يدبدب الآن، يريد أن يلعب بطابة الجرو. هيا حاول كن قويا، نشجعك كلنا سويا. يمكنك أن تنجح. نعم سأنجح. يمكنك أن تدبدب في الأرجاء. لذيذ جدا. أريد البسكويت. طفلنا يريد أكل البسكويت، يريد الوقوف ليصل للأشياء. لا تقلق يا أخي إذا وقعت، استعمل هذا الكرسي لتقف بثبات. يمكنك أن تنجح. نعم سأنجح. يمكنك أن تقف وحدك. أحسنت يا جاد الصغير، يمكنك المشي، أنت تقوم بذلك. طفلنا يريد أن يمشي الآن، يمكنك أن تنجح، تحرك على ما. لا تقلق يا أخي إذا وقع، حاول أن تمشي بثبات. يمكنك أن تنجح. نعم سأنجح. يمكنك أن تمسك بالآفاق. عزيزي دع بابا يراك تمشي. طفلنا يستطيع أن يمشي الآن، تعال والعب بالشاحنة. لا تقلق يا طفلنا، نحن هنا، تمسك بالأشياء، لا شيء مخيف. يمكنك أن تنجح. نعم سأنجح. يمكنك أن تمشي الآن. لقد نجحت يا جاد، خطواتك الأولى. رائع، جاد الصغير يمشي. طفلنا يريد أن يلعب الآن، يمكنك أن تركض لا بأس إطلاقا. مذهل جدا يا طفلنا، هذا الصباح كنت تزحف على الأرض. يمكنك أن تنجح. نعم سأنجح. يمكنك أن تركض وتلعب. أحسنت يا عزيزي. صغيري عليك أن تلبس ثيابك. أستطيع أن ألبس وحدي. أستطيع أن ألبس قميصي. أستطيع أن ألبس معطفي. ألبس وحدي. نعم بالطبع. سأريك يا صغيري جد طريقة لبس الثياب، خطوة تلو خطوة. ألبس وحدي. نعم بالطبع. هذه مقاسها صغير، هذه ستكون
أن ألبس وحدي. ألبس وحدي. نعم بالطبع. لنجرب السروال القصير. أولا أدخل ساقا واحدا، مؤكد سوف تحسن التدبير. ألبس وحدي. نعم بالطبع. حذاء والدك لا يناسبك، جرب هذه ستناسبك. اجمع الشكل تستطيع. ألبس وحدي. نعم بالطبع. أتمنى لو أن الشتاء يدوم. الشتاء هو أفضل فصل. هذا مستحيل جمال، لا أظن ذلك. أتذكر حين ذهبنا إلى الشاطئ آخر مرة؟ أحب أن يكون الطقس دافئاً أفضل من البرد بكثير. يمكننا أن نبني في الرمل قصوراً، نتبلل ونلعب بالماء. نفعل هذا خلال الصيف. نتسلى دوماً في فصل الصيف. نتسلى أكثر في فصل الصيف. نتسلى أكثر خلال الصيف. لم يكن يوماً رائعاً. أتذكرين حين بنينا قلعة من الثلج؟ أحب أن يكون الطقس بارداً أفضل من الحر بكثير. يمكننا أن نبني من الثلج بيتاً، نلعب ونصنع رجل ثلج. نفعل هذا خلال الشتاء. نتسلى دوماً في فصل الشتاء. نتسلى أكثر في فصل الشتاء. نتسلى أكثر خلال الشتاء. رمي كرات الثلج ليس مسلياً. أتذكر حين كنا في المتنزه المائي؟ تسلينا كثيراً. أحب أن يكون الطقس دافئاً أفضل من البرد بكثير. في المتنزه نتزحلق نزولاً، نطرطش ونسبح بالماء. نفعل هذا خلال الصيف. نتسلى دوماً في فصل الصيف. نتسلى أكثر في فصل الصيف. نتسلى أكثر خلال الصيف. الزحلقة ليست مسلية. أتذكرين حين تزحلقنا على الثلج؟ أحب أن يكون الطقس بارداً أفضل من الحر بكثير. من أعلى التل نتزحلق نزولاً، ونرتدي معاطف دافئة. نفعل هذا خلال الشتاء. نتسلى دوماً في فصل الشتاء. نتسلى أكثر في فصل الشتاء. نتسلى أكثر خلال الشتاء. التزحلق على الثلج خطير جداً. أتذكر حين كنا في بركة السباحة؟ أحب أن يكون الطقس دافئاً أفضل من البرد بكثير.
نسبح ونغطس في البركة معا ونرتدي لباس السباحة. نفعل هذا خلال الصيف، نتسلى دوما في فصل الصيف، نتسلى أكثر في فصل الصيف، نتسلى أكثر خلال الصيف. كان يوما سيئا. دروس الهوكي التي أخذناها كانت مسلية. أحب أن يكون الطقس باردا أفضل من الحر بكثير. كان الهوكي على الجليد مسليا وشربنا شوكولاتة ساخنة. نفعل هذا خلال الشتاء، نتسلى دوما في فصل الشتاء، نتسلى أكثر في فصل الشتاء، نتسلى أكثر خلال الشتاء. الصيف أفضل. على الإطلاق أنت مخطئة. أنت مخطئ. مهلا، ما الأمر؟ أمي، أبي، أي فصل الأفضل، الصيف أم الشتاء؟ كلاهما رائعان حين نقضي الوقت مع العائلة. أجل. انتبه يا صغيري، هذا هو مقياس الحرارة، أتذكر؟ أجل، حر بارد. صحيح عزيزي، عندما يسخن السلطعون يصبح لونه أحمر، وعندما يبرد يتحول إلى أزرق، والرمل حر جدا. أجل، حار. السلطعون أحمر 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 على الرمال الحارة. السلطعون أحمر أحمر أحمر، هيا ضع الصندل. السلطعون أحمر 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 على الرمال الحارة. السلطعون أحمر أحمر أحمر، سأضع الصندل. انظر يا صغيري، السلطعون أصبح أزرق. هذا الرمل بارد لأن المياه أنعشته. أجل، بارد. هيا بنا يا صغيري لنغطس في المياه. السلطعون أزرق 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 في ماء البحر البارد. اغطس على مه 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 وإلا سوف ترتجف. أولاه، انظر إلى البحر، بحر بحر يقترب بسرعة. لعبتك فيه فيه فيه، أحضرها بسرعة. انظر خلفك. أتشعر بالبرد؟ أجل. هذا حار. السلطعون أحمر أحمر أحمر، وها هو الكرسي. لنجد الظل ظل ظل، من الشمس سنحتمي. السلطعون أحمر أحمر أحمر، وها هو الكرسي. سأجد الظل ظل ظل، من الشمس سأحتمي. والآن السلطعون أزرق، ما يعني أن الكرسي بارد ولم تحترق عندما ستجلسي. أجل، إنه بارد، شكرا. بارد. أو أو حار. السلطعون أحمر أحمر أحمر، وأريد أن ألعب. الرمل حار حار حار، أين هو الصندل؟ السلطعون أحمر أحمر أحمر، والرمال حارة. أحمي رجلي 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 بأي شيء تجده. كعكة. هذا النورس يحب الكعكة. أجل. المنشفة، إنها تضيع. لقطتها. أوه، المظلة. سألتقطها. الرياح قوية 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 تغير المظلة. السلطعون أحمر 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 من دون مظلة. ليس لدينا ظل ظل من دون مظلة. أبي، هذا حار. إذن من يريد المثلجات؟ أنا. هيا بنا. تفضل يا صديقي، إنها باردة جدا، انتبه. بارد. المثلجة منعشة، صحيح يا أخي الصغير؟ منعشة. هيا
حسناً يا صغار، حان وقت وجبة صحية. لا، يا فاكهة. فهمت، وجدتها. أحب أكلة 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 الفاكهة الشهية، سنأكل طعاماً صحياً ونحن نتسلى. هيا نمرح 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 ونعمل معا، سنصنع وجوها من هذه الفاكهة. إنه الدب. أحب أكلة 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 الفاكهة الشهية، انظروا إلي كيف أضع وأرتب الفاكهة. أحب أن أجرب أجرب التوت والجالي، أحب أن ألعب وأصنع وجوها مضحكة. أوه، إنها قطة. أحب أكلة 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 الفاكهة الشهية، انظروا إلي كيف أضع وأرتب الفاكهة. أحب أن أجرب أجرب الموز والشوكولاتة. هل تعرفون ماذا صنعت بالموز والتفاح؟ إنه قرد. أحب أكلة 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 الفاكهة الشهية، انظروا إلي كيف أضع وأرتب الفاكهة. أحب أن ألعب ألعب مع كل أصدقائي. هل تعرفون أي وجه صنعت على خبزي؟ إنه عسل. أحب أكلة 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 الفاكهة الشهية، انظروا إلي كيف أضع وأرتب الفاكهة. أحب صنع 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 وجوه مضحكة. هل تعرفون أي وجه صنعت من خبزي؟ إنها فراشة. أحسنت يا جاد. أحب أكلة 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 الفاكهة الشهية، انظروا إلي كيف أضع وأرتب الفاكهة. أحب أن ألعب ألعب مع كل أصدقائي. أتسلى جدا 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 إذا كنتم معي. كلنا صنعنا وجبة شهية ومسلية، فلنأكل. من يريد اللعب في الخارج؟ لا بأس بذلك، يمكننا أن نتسلى. سوف نلعب في الداخل. اقفزوا وازحفوا واركضوا، واقفزوا واركضوا، اقفزوا وازحفوا واركضوا، هيا استمتعوا. هيا انزلوا الزحلوق تزحلقوا، للأسفل تزحلقوا، اقفزوا وازحفوا واركضوا، هيا استمتعوا. لقد نجحنا. أحسنتم يا أولاد.
الركب والأيدي، تحركوا تحركوا على الركب والأيدي، كالديدان تحركوا على الركب والأيدي، تحركوا واذهبوا على الركب والأيدي للجهة الأخرى. هذا مدهش، أحسنتم. وقت القفز. ها، عدوا الأرقام واقفزوا، ونطوا واقفزوا، عدوا الأرقام واقفزوا، هيا تحمسوا. نط نط نط، على رجل واحدة اقفزوا، ونطوا واقفزوا، على رجل واحدة اقفزوا، هيا تحمسوا. أجل، هذا رائع. ارموا بالونات في الهواء، ارموها ارموها، ارموا بالونات في الهواء، لا تسقطوها. ارموا بالونات في الهواء، ارموها ارموها، ارموا بالونات في الهواء، لا تسقطوها. أنتم الأفضل. فلنمشي الآن كالحيوانات. امشوا مشية الحيوانات، حيوانات حيوانات، امشوا مشية الحيوانات في حديقة الحيوان. مشية الضفدع. امشوا مشية الحيوانات، حيوانات حيوانات، امشوا مشية الحيوانات في حديقة الحيوان. يمكنك ذلك يا جاد. هذا مسلٍ، انظروا، توقف المطر. أجل، رائع. انظروا إلى هذا يا أولاد. إنها مذهلة. هيا بنا. ياي. هيا يا جاد، انضم إلينا. هيا بنا نتسلى ونقفز كلنا في البركة، طرطشة وفرفشة. لا، لن أفعل. يمكنك أن تنجح، سنريك كيف تفعلها. أغلق الأنف والعينين. أجل، سأفعل. رائع، أتريد أن تجرب؟ مرور داخل الشلال، تسلية رائعة في الحال، جرب ألعاب الداينو. لا، لن أفعل. لا تخف، أمسك يدي، يا صغير امشي معي، فلندخل الشلال معا. أجل، سأفعل. زحلوقة مائية. على الماء انزلوا، بنعومة تزحلقوا، طرطشة في كل مكان. لا، لن أفعل. لا
تقلق لا مشكلة، سأساعدك في الزحلقة. انزل انزل على الماء. أجل سأفعل. يوجد المزيد هناك، هيا بنا. على الزحلوقة الكبيرة جمال وجود نزلا معا. هيا جاد أنت أيضا. لا لن أفعل. لا تخف لا مشكلة، سأساعدك في الزحلقة. سننزل بانتباه. أجل سأفعل. لا لا أريد أن أفعل هذا. أمي أمي أنا أريد. نعرف الحل،
أمي أمي. أنا أقود صغيري جاد، انتظر قليلا فلتصبر ولا تكن دائما عجولا. جاد عزيزي انتظر ستساعدك ماما، وتعلم كيف تصبر ستفرح دوما. أصدقائك أنت لطيف دوما تشاركهم أحلامك. صغيري جاد من الجيد مشاركة أغراضك، خلوق أنت ومجتهد ما أجمل أخلاقك. سيدة سمكة، لا لا تذهبوا لا تذهبوا. انظر للافتاتي، اللمس ممنوع باحترام القوانين يسلم الجميع. كبارا صغارا نسلم بتطبيق القانون، فذلك هو الأهم. واو ما يكون. أبي أمي. لحظة عزيزي. عزيزي هل انتظرت قليلا من فضلك؟ أسمعك يا صغيري، عليك الانتظار، فلتتحلى بالصبر يا أحلى الشطار. الانتظار ممل ولكن فلتصبر، وفي بعض الأوقات صبرك يختبر. أجل صغيري جاد، هل مررت لديك القبعة من فضلك؟ لا لا، الصغير لا يريد ذلك. حين يطلبون منك لكي تساعدهم لتكن متعاونا وبغيرك تهتم، فلتساعد من فضلك، كن أخا مفيدا. لما تعين إخوتا ستكون سعيدا. وهذا كل شيء، شكرا لك. الصغير جائع، يام يام رجاء. نستمتع مع بعضنا، نتشارك كل شيء، فلتكن مهذبا فذا خلق سوي. هكذا لا تأكل بيدي، كل وأغلق فمك، استخدم منديلك لتنظف وجهك. ممتاز صغيري جاد، تلك كانت بعض الأخلاق الحسنة. أجل أجل. انظر هناك جاد الصغير، ضابط شرطة وإطفائي حقيقي. ألن يكون من الممتع أن تكون مثلهما عندما تكبر؟ أوه مرحبا. أوه مرحبا صديقي الصغير. هل تود أن تعرف كيف أنظم المرور؟ سأعلمك بالتأكيد، أنا هو الشطير. هل تود أن أريك كيف أعمل على الرصيف؟ أقبض على الأشرار، أنا هو الشرطي، أنا شرطي، هذا عملي، نعم شرطي. هل ستصبح مثلي؟ في خدمتك جاد الصغير. تعال
معي جاد الصغير، سأريك المرح الحقيقي. حين أسمع النداء أستعد لضخ الماء، هذا الخرطوم معي أنا إطفائي. رأيت شاحنتي أقودها لعملي، وأخمد النيران أنا إطفائي. إطفائي يا هذا عملي، إطفائي يا هل ستصبح مثلي؟ أرأيت؟ الإطفائي هو الأفضل. أوه جاد الصغير، هل أخبرتك بأن لدي زياً رائعاً جداً؟ تود أن تعرف كيف أستعمل صفارتي، ولدي عصا حمراء، نعم أنا الشرطي. قبعتي رائعة حقاً، والراديو أيضاً، والكلب يأتي دائماً، أنا هو الشرطي. أنا شرطي، هذا عملي، نعم شرطي، هل ستصبح مثلي؟ جد صغير، الآن انظر إلى زي المرح. هل تحب قبعتي وقناع الوقي؟ وأنير أيضا شعلتي، أنا إطفائي. هذه صفارتي، وأحمل فأسا بيدي، وكلب يساعدني، أنا إطفائي. إطفائي هذا عملي، إطفائي ستصبح مثلي. ما رأيك جاد الصغير؟ دعني الآن أريك شيئاً ستحبه كثيراً. سيارة رائعة بأضواء لامعة، اصعد لنأخذ جولة، نعم أنا الشرطي. اضغط الأزرار كي تشغل الإنذار، هكذا يفعل الشطار، فأنا شرطي. حان الوقت الآن لرؤية شيء رائع حقاً. طويل سلمي وعظيم خرطومي، إنها تساعدني، أنا إطفائية. اضغط الأزرار كي تشغل الإنذار، هكذا يفعل الشطار، أنا إطفائية. اتصال طارئ، حان وقت العمل. يجب أن نذهب جاد الصغير، إنها حالة طارئة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا شرطي، هذا عملي، إطفائي هل ستصبح مثلي؟ إذن من تريد أن تكون؟ أريد أن أكون كلاهما. جاد الصغير، إنه موعد الفحص عند الطبيب. طبيب الداينو، طبيب الداينو، لنأخذه عند الطبيب. طبيب الداينو يتأكد من صحته. طبيب الداينو كل شيء سيكون بخير. طبيب الداينو. أهلا جاد الصغير. داينو أتى ليزور طبيب الداينو. أوه لقد فهمت. أنا طبيب الداينو، سوف أساعده، نتأكد أنه بخير ونفحصه. فحوصات هنا، فحوصات هناك، نتأكد أنه بخير ونفحصه. الطول والوزن ممتازان، أتأكد من صحته. طبيب الداينو، حان دور جاد، حان دور جاد، نتأكد أنك بخير ونفحصك. طولك يزداد، أنت تأكل جيدا، أتأكد من صحتك، أنت بخير. أفحص العينين وأفحص القلب، نتأكد أنه بخير ونفحصه. القلب والعينان ممتازون، أتأكد
شجاع. خذ بعض النقاط، خذ بعض النقاط، ستجعله قويا يقاوم الأمراض. لن تقترب منه الميكروبات، ستكون صحته قوية بفضل النقاط. حان دور جاد، حان دور جاد، هذه ستجعلك قويا. أعطيتك نقاطا وصورة أيضا، صرت بطلا خارقا لا ميكروبات. أنت فعلا تكبر، تهانينا لك يا جاد. شكراً لأنكم لطفاء مع الحيوانات.